في عندنا برضو واحدة من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الفيجن الاليوجنز، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا فعلا يعني في حاجات كتيرة مبنية عليها اكشوالي يعني. بس خلينا نتكلم اول حاجة على الكومن فيجوال اليوجنز. اول واحدة هي البارالاكس ايرور. اوكي، البارالاكس ايرور دي بتكلم على الابيرنت تشينج ان ذا بوزيشن اوف ان اوبجكت such as a meter reading because of the change in the observer's line of sight. يعني انا ببص منين؟ انا هنا لو عندي ميتر وهنا في عندي مرايه هنا كده موجوده في الميتر دوت، ودي منتشره قوي في كل الحاجات اللي فيها ميترز، يعني المرايه اللي هي في الباك جراوند دي، لما ببص عليها من ناحيه الشمال بيطلع لي الحاجه بالشكل ده كده، لما ببص عليها من ناحيه اليمين بلاقي انها نفس القرايه بالظبط بالشكل ده كده. لو انا بصيت على المؤشر بتاعي فين؟ هلاقي هنا ان هو في مكان اوكي، وهنا في مكان تاني خالص، يعني هنا مثلا شايفها مثلا 55 مثلا هنا، وهنا شايفها 54، في اختلاف كبير حقيقة، والاختلاف ده ممكن يبقى فيه خطورة، كل ما بعدت كمان كل ما كان الاختلاف ده أكبر. فعامة في حاجة زي كده عشان البارالاكس ايرور ده نحاول ان احنا نتجنبه، لازم واحنا بنبص على القراية بتاعت مونيتور احنا بنستعمل الريفلكشن بتاعها اللي تحت اللي هو بتاع الميرور دوت، عشان الاين دوت الاين المؤشر نفسه مع الريفلكشن بتاعه على الميرور لغاية لما يبقوا الاتنين تحت بعض، يبقى انا ساعتها باصص بانجل مظبوطة، يبقى القراية بتاعتي ساعتها تبقى مظبوطة. اوكي، ما ينفعش ان انا اخد القراية اللي بالشكل ده لو هي عندي بالشكل ده في اختلاف بين ده وبين ده، مهما قريت هيبقى القراية غلط. اوكي، فلازم احط الاثنين فوق بعض بالظبط، يبقى انا كده باصص بزاويه 90 درجه او باصص ستريت تو ذا ميتر كويس، واقيس القرايه بتاعتي بعد كده بشكل دقيق. برضو من الحاجات اللي برضو مهمه قوي اللي لها علاقه بالفيجوال بيرسبشن، البيرسبشن اوف موشن. يعني احنا دلوقتي على التلفزيون وعلى الافلام بتاعتنا، الافلام اللي هي بنتفرج عليها الحاجات دي كلها، الافلام زي ما احنا عارفين ما هياش اكشوال موشن، دي عبارة عن perceived motion، يعني بيبقى في عندي 24 فريم، 24 ستيل فريم، يعني بتكلم على ستيل فريم معناها يعني فريم ثابت، يعني صورة ثابتة. والصورة الثابتة دي لو أنا عرضتها بريت مثلا أعلى من 24 أو كده 24 ستيل فريم بير سكند، أنا أكشولي بشوف الحاجة دي أكنها بتموف، أوكي؟ أكنها بتتحرك، وأشوف الحركة أكنها سموث. اوكي، فدي ابيرنت موشن انا بشوفها ان هي يعني اكن فيها فعلا حركه موجوده، بس الحركه دي اكشن مش موجوده، ده انا بعرض صور والصور دي هو البرسبشن بقى بيربط الصور دي ببعض ويكرييت الالوجن اوف موشن من الايه من الستيل فريمز دي. مثال على كده برضو اللي هي الفايف فينومينون دي، معناها ان انا دلوقتي لو انا ببص على حاجه بالشكل ده كده، انا كده يعني لو في عندي مثلا فلاشز اوف انديفيديوال لايتس اوكي موجوده هنا، لو انا عندي حاجه بتفلاش وبت ب ب ب ب بت يعني بغير انا بقى انهي واحده فيهم بيحصل لها فلاشنج، انا كده بيتهيالي ان في حاجه بتتحرك، بيبقى اكن في عندي حاجه بتموف بتعمل موشن هنا كده، مش اكن حاجه بتنور وتطفي، لا اكن عندي حاجه فعلا لايت بيموف بيتحرك. ودي طبعا ممكن نشوفها مثلا في الحاجات اللي بتبقى الزينات مثلا اللي بيبقى في المحلات او كده، ممكن نلاقي مثلا في لام صغيره كده محطوطه ورا بعضيها كده فرو، ممكن انها تبقى الاوردر بتاع الاناره بتاعها بيتغير برده بسرعه، بحيث انها بيتهيالي مثلا ان النور ده بيجري على الديسبلاي او على اللمبات دي. اوكي، فده برضو يعتبر واحده من الالوجنز او واحده من الحاجات اللي بيبقى فيها perception of motion، وهي actually ما هياش فيها motion، هي فعلا الانتربريتيشن بتاع البني ادم هو اللي بيخليها كده او الperception هو اللي بيخليها كده.